صباح النور مشاهدينا، صباح النور يا هبه. صباح النور لك امين، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. اذا مشاهدينا بدايه اسبوع جديد اليوم لحد 12 ابريل، مرحبا بكم طبعا في حلقه جديده من صباح النور، فقراتها ومواضيعها متنوعه، واليوم نستقبل هذا النهار وانظار العالم ما زالت شاخصه نحو مستجدات فيروس كورونا مع استمرار المساعي العالميه للتغلب عليه. صباح النور لك أمين مرة أخرى وتحية صباحية مشاهدينا. ساعتان من الوقت نتابع فيهما التطورات حول كوفيد-19 وفيها سلامة الأطفال وطرق وقايتهم من الفيروس. وفي الجانب المشرق للمرحلة الصعبة اللي نعيشها نناقش موضوع الانخفاض الملحوظ في درجات التلوث. نعم، وشهر عسل غير محدد الأجل في جزر المالديف والسبب كورونا، أعتقد هو أمنية للكثيرين ولكن بوضعهم كثير صعب. صعب جدا. ومقابلة خاصة مع أول سيدة أمريكية تصاب وتشفى من فيروس كوفيد-19 ورسالتها للعالم. نعم، وأشف راسم وأطباق شهية اليوم، صباح النور لك شيف. صباح النور هبة، وصباح النور لأمين، وصباح النور لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم. وصفتنا رح تكون سهلة وطيبة كثير، هي عبارة عن أرز البخاري مع الجزر والدجاج، ورح نعمل مهلبية بالتفاح والتمر، تابعونا بولا أشهى. شكرا لك شيف. جميل، شكرا لك شيف. إذا البداية من الدوحة ومؤسسة قطر الخيرية التي أطلقت سلسلة برامج تطوعية بالدوحة عبر موقعها الرسمي، تهدف إلى تشجيع المجتمع القطري للاندماج في العملية التطوعية من خلال توزيع مواد التعقيم والمنشورات الوقائية التي تساعد في رفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا. نتابع هذا التقرير. العمل الخيري في مكافحة كورونا. جائحة شلت الحركة حول العالم، لكن أيادي الخير تمتد دائما لتقديم العون والمساعدة. مؤسسة قطر الخيرية أطلقت حملات توعوية تهدف إلى جمع أكبر عدد من المتطوعين لتوزيع آلاف حقائب النظافة الشخصية. تضم الحقيبة معقمات للاستخدامات الشخصية ومواد تستعمل لتنظيف الأسطح، بالإضافة إلى قفازات وأقنعة وأوراق إرشادية بكل اللغات. مبادرة دفعتني للتطوع أيضا ومشاركة الجميع في هذه المهمة الإنسانية. انطلقت السيارات متوجهة إلى أكبر تجمع للعمال في قطر، المنطقة الصناعية الأكثر اكتضادا في البلاد. كما تلاحظون وصلنا أخيرا إلى المنطقة الصناعية، حيث سيتم توزيع ما لا يقل عن 2100 كيس يحتوي على معقمات، صابون ومطهرات، كذلك أقنعة وقفازات. وكما تلاحظون أيضا في الخلفية عدد من المتطوعين القطريين في هذه العملية. هنا تعطى أولى التعليمات بعد اتخاذ الاحتياطات كافة والتي من شأنها منع العدوى. اليوم احنا الآن موجودين في إحدى سكن العمال في منطقة الصناعية لتوزيع عليهم هذه الحقائب الصحية. هذه الحقائب الصحية متنوعة، فيها مجموعة من القفازات والكمامات، بالإضافة إلى بعض المعقمات والمناديل لتعليم ووعي الجانب الثقافة والوعي عند العمال لهذا الغرض. كذلك وفي سكن العمال راح يتم تسليم كامل الكميه الى مسؤول السكن، وهو بعدين يتم وزعها على العمال بمعرفته بتقسيمه بتقسيم الاوقات على جميع العمال. توضع حقائب النظافه الشخصيه في ركن لتوزع لاحقا على المقيمين هنا. اتباع الارشادات الصادره عن وزاره الصحه القطريه تطبق حرفيا على ارض الواقع، فلا مجال هنا للخطا. طبعا قطر الخيريه اول شيء سلمونا الادوات الوقائيه الخاصه فينا قبل ما نبتدي، قبل ما ندخل هذا المجمع، فهذا اول خطوه قاموا فيها. طبعا طريقه التوزيع عن طريق دفعات، مش كلهم يجون مره واحده، فهذه طبعا اجراءات وقائيه جيده لنا ولهم بعد نفس الوقت. قدمنا في قطر الخيريه عن طريق الرابط والحمد لله تم استقبالنا، وقالوا يعني علمونا ان متى بيكون في تجمعات او في توزيع على المنشآت او على العزب او على سكن العمال. انتهى عملنا التطوعي اليوم، عمل فيه مشقة لكن لكل جهد ثمرة خير.
إذن دائما الخبر المتصدر أمين هو يعني الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكثير من البلدان وعلى صعيد المؤسسات وداخل المنازل من الإصابة من فيروس كورونا. ولكن يعني اليوم سجل العالم أيضا أرقام جديدة بالإصابات بفيروس كورونا وعدد وفيات جديد. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت عدد الوفيات بالعالم وتجاوزت يعني حتى الحدود القصوى التي سجلتها إيطاليا حتى في هذا الموضوع. هناك حالة كبيرة من الذعر تجوب العالم لا تزال حتى هذه اللحظة، على الرغم من أنه الكثير من البلدان أيضا بدأت تفكر في تخفيف الإجراءات الصارمة. صحيح. في عدد من البلدان في الولايات المتحدة بالتحديد، يعني إذا هيك أردنا فقط أن نحدد عن هذا الموضوع، اليوم أعلنوا أن البلد يعني تقع تحت كارثة صحية أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يعني في إشارة إلى وجوب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد المؤسسات وداخل المنازل أيضا، حتى أنه يقع اللوم عليه بعض الشيء لأنه يعني كأنه تأخرت الإجراءات. نهار الجمعة كان معنا دكتور مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث على تأخر الإجراءات، أكيد بشي وصلنا إلى أرقام ما فوق 2000 وشفنا أنه عدد فاق 2000. طبعا مع الأسف هالإجراءات هذه على الرغم من أنه الدول المتقدمة واللي تعتبر عندها أكثر تكنولوجيات المتطورة وعندها صعوبة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، لأنه اللي لاحظناه هو أنه بعض البلدان النامية وكأنه تواجه بفقط ما تملكه. نعم. وهذا اللي كان بطبيعة الحال خلق حالة عند الناس أنه على سبيل المثال في تونس صحيح على سبيل المثال في تونس في وضع أنه موجودة بحجر صحي عام، في وضع أنه منعزلة عن العالم، في وضع أنه مش موجودة في التبعية إلى أوروبا في كل المستلزمات اللي تحتاجها، لقينا الوقت أنه الشباب التونسي أو المهندسين التوانسة قاموا بعدة اختراعات لمساعدة طبعا للمساعدة على مواجهة هذا الوباء، آخرها اختراع البارح وهو روبو تونسي صنع 100% تونسي. الروبو هذا هو فقط العمل متاعه طبعا يتعامل فقط مع المصابين بفيروس كورونا ويعوض نوعا ما الطاقم الطبي والشبه الطبي اللي يكون موجود مع الحالة مباشرة. فهذا باش يخلي أنه فقط يكون يتعاملوا عن بعد عن طريق هذا الروبو. طبعا هذا الروبو يمكن الثالث اللي شهدناه بعد الروبو الثاني اللي كان عنده مساعدات فقط في المستشفى، والروبو الأول اللي شفناه استعملته وزارة الداخلية. هذا ما يخلي أنه نقوله أنه بالفعل قادرين، لأنه شفنا عدة هالاختراعات هذه في تونس، شفنا حملات أيضا حتى نحن اليوم نتحدث عن تونس لا نختزل النشاطات والجهود التي عملها الشبان العرب. صحيح. في عدد كبير من الدول العربية، ولكننا نتحدث اليوم عن تونس بالتحديد. صحيح، وهذا هو اللي كنت نقوله. نعم. هيبة، يعني إذا كان في تونس وصلنا الاختراعات هكا، شفنا قديش من حاجة أخرى أيضا تمت صناعتها وتم هالتكافل وهالتضامن الاجتماعي. صحيح. اللي كان موجود في كل دولنا العربية، هذا يساعدنا نحن خاصة على مواجهة هذا الوباء، وقد يبقى عبرة لنا في المستقبل ويكون مفخرة لنا طبعا. صحيح. يعني أمين، نحن كمان نطلب من المشاهدين أن يشاركونا بآرائهم ويزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا لعرض الأسئلة والتعليقات الخاصة بهم. أما آخر الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية تطلعنا عليها وعد هاشم ومع الخبر. صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 108,000 شخص في العالم، فيما تجاوز عدد المصابين في الوباء عدد 1,700,000 شخص. وللمرة الأولى في التاريخ المعاصر خلت مدن العالم من المسيرات والقضاديس التقليدية بمناسبة عيد الفصح، وذلك خوفا من تفشي الوباء. عالميا باتت الولايات المتحدة البلد الأشد تضررا في العالم من الفيروس، حيث سجلت أكثر من 20,000 وفاة و 519,000 إصابة وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. أوروبيا ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى 13,800 وفاة. أما في بريطانيا فقد وصل عدد الوفيات إلى عتبة 10,000 بعد تسجيل 1,000 وفاة يوم السبت.
وفي إيطاليا التي خلت عاصمتها ومدنها الرئيسة من أي حركة أو نشاط، فقد اقتربت من تسجيل 20,000 وفاة مع تمديد قرار العزل حتى اليوم 1 مايو القادم. أما في روسيا فقد قال الكرملين إن ضغوطا تفوق طاقة المستشفيات وتدفقا ضخما من مرضى كورونا بدأ يشكل ضغوطا هائلة على المستشفيات في موسكو مع ارتفاع عدد الوفيات لما يفوق 100. عربيا، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان وافق على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار الفيروس. وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97 حالة إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1500 حالة. طلب زعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس السبت مزيدا من الوقت لمحاولة توحيد الصفوف وتشكيل حكومة مع خصمه السابق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في حين توشك المهلة المحددة لتشكيل حكومة على الانتهاء. وفشلت المفاوضات بين الليكود وتحالف أزرق أبيض حتى الآن في التوصل إلى اتفاق في وقت تنتهي المهلة الممنوحة لغانتس منتصف ليل الأحد الاثنين. التقى قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مع قادة طالبان لمناقشة خفض العنف في البلاد بحسب ما أفاد مسؤولون السبت، في وقت تتهم الحركة القوات الأمريكية بخرق اتفاق السلام التاريخي الذي تم توقيعه في الدوحة. ويقضي الاتفاق بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول الصيف شرط بدء طالبان محادثات مع الحكومة الأفغانية والالتزام بضمانات أخرى. نبدأ جولتنا على الصحف والبداية من القدس العربي التي خصصت ملف عددها الأسبوعي للعراق. العراق الذي يشهد إلى جانب انتشار فيروس كورونا المستجد أزمات اقتصادية وسياسية، وهو لم يتخطى بعد أزمة تشكيل حكومة. ننتقل إلى الكويت مع جريدة القبس، وفي منشاتها الخطة الأولية لإجلاء الكويتيين في الخارج تشمل 30,000 طالب و20,000 مسافر على أن يعودوا قبل شهر رمضان المبارك. إلى العراق مع جريدة المدى، وفي رئيسيتها رئيس الحكومة المكلف مصطفى القادمي يقوم بجولة تفاوضية لاختيار كابينته الوزارية بالتشاور مع رؤساء وقيادات الكتل النيابية لضمان تمريرها في مجلس النواب ضمن المواعيد الدستورية. وإلى الدستور في الأردن التي ركزت في عنوانها الرئيس على الأصداء الإيجابية لكلمة الملك عبد الله الثاني التي وجهها للشعب الأردني، وبثت الروح الإيجابية والتفاؤل في الظرف الدقيق الذي تواجه فيه البلاد جائحة كورونا. إلى لبنان مع جريدة النهار، وفي عنوانها الرئيس رغم الانشغال بأزمة كورونا الاهتمامات المالية تطغى عند اللبنانيين. ومصادر نيابية مطلعة تقول للنهار إن أي مشروع للهيركوت أو الكابيتال كنترول لن يمر في مجلس النواب. والختام مشاهدينا كالمعتاد مع العربي الجديد وفي رئيسيتها. منظمة الصحة العالمية تضع لائحة إجراءات مطلوب تنفيذها بالتزامن مع رفع القيود والتخفيف من إجراءات العزل، والوباء يظهر تسارعا في أفريقيا وتباطؤ في أوروبا. في صورة الغلاف في زمن كورونا شعار أمريكا أولا له انعكاسات سلبية وأضرار تطاول العالم. في الكاريكاتير موقع رئاسة الوزراء في العراق يطيح بالمرشحين المكلفين الواحد تلو الآخر، والرسم للفنان فهد البحادي. ومع الكاريكاتير نصل إلى ختام الوقفة الإخبارية الأولى من القناة، يتجدد على رأس الساعة، انتظرونا. إذن عدنا إليكم من جديد مشاهدينا. طريقة غير اعتيادية تتدرب بها هذه الرياضية الأردنية في زمن وباء كورونا، نتابع في أنا العربي.
قلت لها تعالي نتمرن انا وياك. اجت حملتها على ظهري وبلشت اشتغل انزل فيها سكوات وهيك، وهي مبسوطه بتفكرني انه انا عم بلعبها. بدايه الموضوع صراحه اتضايقت انه لا انا بستنى فيها، وكان ضايل يعني شوت كتير صغير وخلص يعني بوصل ان شاء الله للاولمبياد. فلما تأجلت صراحه في بدايه الموضوع اتضايقت، قعدت افكر انه انا ليش عم بفكر في طريقه سلبيه. طب لا، ما هي ممكن هاي السنه اللي تأجلت انا يكون تمرين زياده. طبعا وهذا ما يقوم به العديد من الرياضيين اللي يمكن حرموا هذه السنة من ممارسة الألعاب الأولمبية لتأجلت للسنة القادمة، على الأقل عندهم فرصة كسنة كاملة لإعادة التدرب مرة أخرى. وإن شاء الله يا ربي توفيقي لكل الرياضيين العرب اللي إن شاء الله يشرفونا في الألعاب الأولمبية، وإن شاء الله اللي تكون موعدها المرة هذه يكون في 2021. طبعا تجديدا على أهمية الرياضة والمواظبة على ممارستها بانتظام خلال الحجر المنزلي، نخصص مساحة كبيرة للرياضة، وتمارين اليوم ستكون تمارين البلارديو مع المدربة الرياضية روان نصر الدين. صباح نور كوتش، كيفك؟ أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ مش الحال؟ إذا تعرفنا معك على تمارين البيلارديو، هل الميكس بين الحاجتين بين البيلاتس والكارديو؟ صحيح. اليوم الموضوع اللي بدي أحكي عنه هو يمكن الأرداف أو الوراك نحكيهم للأشخاص، خاصة النساء اللي هي شوي مزعوجة خاصة مع الحجر الصحي اللي عم بيزيد شوي حجمهم من هون. في أشخاص مش مزعوجة which is okay. الأشخاص المزعوجة منهم بدنا نعرف إنه هو موضوع بينقسم لموضوعين اللي هن ارتخى العضل، لأنه للأسف صرنا قاعدين بالبيت يمكن ما عم نعمل حركتنا العادية، بطل في شيء نعمله برا قاعدين بالبيت. والثاني الموضوع اللي هو الأكل اللي هو بيتجمع بمناطق معينة، في أشخاص بيتجمع فيها بالبطن، في أشخاص بالفخاد، في أشخاص بالوراك بالزنود، يعني كل واحد هو جسمه كيف. اليوم ميلي بدي أعطي هالتمارين للأشخاص اللي عن جد بتحس عندها عرض بالحوض، ما عم نحكي عن العظم، عم نحكي عن العضل والفات والدهون. بس بدي أفتح هوني شوي بين هلالين موضوع كتير مهم لكل امرأة، لأنه أنا بعرف أم امرأة أو عندي أولاد، بعرف أنه نحن ثلاث أرباع الوقت نحن بنطبخ، يمكن الرجال تطبخ أمرار بس أكثر أوقات هي المرأة اللي عم تطبخ. سو أنا برأيي بدل ما تطبخ شي للرجال شي لأهلها شي للأولاد، خلي كل الأكل يكون صحي، لأنه بهالفترة اللي قاعدين فيها بالبيت شهر شهرين، إن شاء الله تكون شهرين ونخلص يعني مش ضروري ثلاث شهور، إذا بدنا ناكل قد ما فينا نشويات ودهون هذا الشيء بده يتجمع. يعني ولا نفكر لو عملت ساعة سبور ساعتين سبور بالنهار مش ممكن يشيلوا مفعول الدهون تتخلص منهم 100% ولا ممكن. اوكي سو باحسن الاحوال بنقول الرياضه هي بتشكل 20% من الجسم، 80% هو الاكل. فانا مصره احكي هالموضوع لانه ما فينا نفكر انه ولا عملت رياضه ولا حيشدوا فخادي. مش موجود هذا السحر، مش موجود. يعني مش ضروري رياضه ولكن ناكلوا اللي نحبوا عليه، لازمنا نختار خاصه طبعاً. انه لكن. قاعدين بهالبيت كلياتنا بيوتنا قديش مساحتهم، يعني اوكي اهتمينا بالبيت طبخنا، بعدين شو عاملين؟ قاعدين على الكنبايه تلفزيون كمبيوتر، يمكن نرقص يمكن نحط ساعه رياضه، بس اكثر من هيك نحن قاعدين. سو الخمول حيصير بدنا نساعد حالنا بالاكل، يعني نشويات مقالي ما نحطهم بالليل يكونوا بالنهار، يكونوا على الغداء، بدنا نخبص مره بالاسبوع، بس قد ما فينا نحاول ناكل اكل صحي، لانه كامراه اكيد منعصب على اولادنا على جوزنا كلياتنا مني وجري، يعني منفش خلقنا بالاكل. خلينا كما قلت انت منفش خلقنا بالاكل، منفش بالرياضه. بالرياضه اكزاكتلي exactly. اوكي بس برجع بقول 80% هو الاكل اللي حيعطي مفعول على الرياضه شو عم تعطيكم. اوكي سو اول تمارين حنكون نحن واقفين، بعدين حننام على اليمين وعلى الشمال. اوكي سو الاجر اللي واقفه عليها حتكون على طول متنيه ركبتها بيلعب بطني اكيد، وحبلش علي هذا الاجر، هاي الاجر عم بعليها لحتى زيد وزن على عضله المؤخره. اوكي سو فيني اعملها 20 مره وفيني اطلع ل 40 مره. سو انا بنصحكم تعملوها للعدد اللي بتحسوه بلشت تحترق العضله، يعني اذا ما احترقت عضله المؤخره فينا نزيدها. اوكي بس لانه ما معنا كثير وقت هون سو حنعملها 20 مره. اوكي بحاول ما اقدر ارد، اذا بوقع فيني اتهدى بالحيط، اتهدى باصبع واحد. اوكي على طول بيلعب بطني، بجيب اجري لقدام
ولورا انا حوقع اوكي فيني حرك شوي ايدي كانه عم بمشي لحتى حافظ على توازني وكانه انا عم بمشي على طول نحن بنعرف في جيت تشين اللي هي لما نمشي اجي الشمال بيكون اجي اليمين عم تشتغل كمان بنعملها 20 مره اوكي سو بنبلش نحس الثقل على هيدي العضلات المؤخره اللي هي بدنا قد ما فينا نشدها لحتى نحاول نضب العضل وبرجع بنقول الدهون بدنا ننتبه عليها بالاكل اوكي عملهم 20-20 بنتقل لتاني ميله على طول بتعج ركبتي مشان احمي الغضروف تبع الركبه من هون ببلع بطني and let's go to the side اوكي سو اكيد في اشخاص ما عندها التوازن صحيح. ممكن كانت تتهدى بالحيط اوكي بس مش كل ايدنا لان كل ما بحط وزني على الحيط بيكون عم بخفف نخسر الوزن من هون من هون وضغط على العضله اوكي برجع بعليها كمان 20 مره بس فيني اعملها 40 فيني 50 كل انسان هو وحسب قدرته ما. حسب قدرته وبدنا نعرف اذا ما بنتوجع ومنموت ما في نتيجه اوكي هي 20 مره في على طول اجر احسن من اجر بس انا الشمال اضعف شفتوا عم بوقع اوكي سو هدول التمارين نحن واقفين لنحمي الجسم بعدين ننزل على الارض اوكي حتى يساعدوا على التوازن نوعا ما التمارين توازن مجبورين هلا اكيد اذا بنشلح الشوز بلا اسبادغي اكيد بتكون اصعب سو لما نام على على جنبي في اشخاص يمكن توجع رقبتها يحطوا بليز منشفه الجاي شوي لقدام مشان ما يكون عندي ظهري مقوس لورا اوكي سو من هون ببلع بطني اكيد بحاول علي قد ما فيني خسري عن الارض بعلي هيدي الاجر وبطلع 20 مره سو بلشنا نشغل اوبليكس وهيدي العضله سو كمان 20 مره او فينا نقول 30 40 كمان قد ما فينا سو حتحسوا اكيد عضله لوف هاندلز اللي هي الخصر عم تشتغل بس كمان هون عم تحسوها كثير عم تشتغل بعدين بوينت تشيلز وبعمل دائره 20 مره سو حتحسوا كل ما بنحط ثقل على الاجر يعني اول تمرين تمرينين ما في هالقد حريق بس بعدين بنبلش نحس بالحريق لما تحسوا بالحريق هو بلشت العضله تشد اوكي بعدين 20 مره برجع اي فليكس توز بعمل اصابع اجري هيك وبعملها 20 مره كمان كمان فين اعمل 20 30 بس لنحفظ بدنا نعمل يمين مثل شمال مش ميله اكثر من ميله اوكي هاي 20 بعدين من هون بروح لقدام بطلع اند شمال pointed بدقر كأنه في ثلاثة جرس بدقدر هيدا الجرس بدقدر هيدا الجرس ما بدي أعملهم بهالطريقة أوكي سو كل ما بياخد وقتي كل ما هتحسوا العضلة عم بتشد وعم تشتغل معكم أوكي أكيد برجع بشديد أنه البطن مبلوع قد ما فيني علي خصري عن الأرض مشان أمن أنه كل العضلات عم تشتغل معي أوكي سو كمان فينا نعملها 20 مره بعدين بحطها هون فليكس التوز بعلي هاي سو في اشخاص يمكن تلاقيها صعبه بحطوا ايدهم اذا قوية فينا حط ثاني ايد اب بكون عم بشتغل حتى منطقه الانر تاي وبكون بلشت هون حس بالموت الاحمر اوكي اند ذن بنحاول كانه عم نتسبح اوكي اكيد مش عم بطلع من ركبي عم بحاول قد ما فيني شد هذه العضلات كمان 20 مرة and I flex my toes كمان 20 مرة اوكي بعدين بيشتغلوا مع بعضهم هون حتحسوا اكيد المنطقة خلص يعني is dying عم بتموت اوكي يمكن اللي يشوف تمارين يحسها سهلة ولكن فيها اوجاع كبيرة يعني لأنه خاصة اللي مش عامل رياضة او مش مارس رياضة قبل هلا هو مثل ما قلت المنظر بغش بس لانه هني عم نشتغل على العضلات دونك رقبتي هون او بعلي خصري او فيني احط راسي هون اذا اريح لي او مخده اوكي سو مثل ما قلت ببينوا التمارين هيني بس على كترتهم لان they are very controlled يعني ما عم نخلي الاجر تكون رخوه عم نحاول نشدها لنستفيد قد ما فينا بهالحركات الصغيره بس لانه هالقد كنترولد بتشوف العضله من جوا عم تشتغل اللي هي فايبر 1 تبعيتا عم تشتغل اللي هي حتاثر عليها داخليا للعضله اوكي نرجع بنحكي العضله لحالها حتاثر معنا 20% من الشكل 80% الاكل هو الاكل كمان انا يعني نفس الشيء بذكر حالي مثلا امبارح انا خبصت بالاكل هالظهر عشيه ولا لقمه خلص بتعرف مشكلة لما يكون في ولاد بالبيت كريب جاتو أكيد. شوكولا بوب كورن انا عندي نفس المعاناة يوميا وقاعدين بالبيت يعني ما فينا نعمل شيء يعني ونحن كنساء نحن عم نعمل لهم اياهم سو بتقول لقمة من هون لقمة من هون
كيرسي بس بده يكون عندنا هالاراده الصيفيه جاي صحيح. يعني نظهر مع 5 كيلو بعد هالحاجه الصحي مش ظابطه سو عم نعمل ريفرس 20 مره اكيد برجع بشدد نبلع بطنا وعلى طول بشدد اجري مش هون اجري شوي لقدام مشان احمي ظهري بعدين 1 اب كانه عم بدقر 3 جرس اوكي تقريبا نفس اللي قمنا بهم على الجهه هن زيتهم هم نفس التمرين هن زيتهم ما في نشتغل يمين غير شمال نحن مع الاسف انتهى الوقت بتاعنا ولكن انه على الاقل نتمنى انه هالتمارين كما قلنا على الرغم من انه يمكن نشوفوهم سهلين ولكن اكيد يتطلبوا تركيز عالي جدا شكرا لك على كل نصائح اللي افدتنا بهم اليوم شكرا لك المدربه الرياضيه روان نصر الدين شكرا مره اخرى لك الان مشاهدينا فاصل وتابع مع هبه كيفيه وقايه الاطفال من فيروس كورونا انتظرونا صباح النور مرة أخرى مشاهدينا عند الحديث عن فيروس كورونا يخطر في بالنا العديد من التساؤلات وأبرزها عن الأطفال الذين لم يسجلوا حتى الساعة أرقاما مرتفعة في الإصابات أو الوفيات وتؤكد التقارير الصحية أن الأطفال يعدون ناقلين للعدوى بعوارض طفيفة أو غير ظاهرة إذن كيف نحمي أطفالنا من الفيروس؟ الجواب مع الدكتورة ريتا فتال الاختصاصية في أمراض الأطفال تطل علينا مباشرة من الكويت صباح النور دكتورة ريتا صباح الورد يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة اللطيفة وأول شيء بحب أنه أقول فصح مجيد وهابي إيستر لكل المشاهدين وإن شاء الله هالأيام تنعاد بالصحة وبالخير على البشرية كلها إن شاء الله يا رب إن شاء الله بداية خليني أسألك كيف نقي أطفالنا من فيروس كورونا شو هي الإجراءات أو أبرز الإجراءات اللي يجب اتخاذها نعم طبعا نحن دائما بنقول انه درهم وقايه خير من قطار علاج وخاصه بالنسبه للكورونا للاسف ما في عندنا علاج نوعي فهون بتكون اهميه الوقايه مضاعفه طبعا كثير بوصي بالالتزام بالتوصيات اللي حاطيتها اجمالا منظمه الصحه العالميه والسلطات المحليه بانه البقاء بالمنازل خليكم ببيوتكم انه ما نطلع هي اهم طريقه ووضحت انه التباعد الاجتماعي اهم شيء بالوقايه طبعا اذا اضطرينا انه نطلع من البيوت حسب ما وضحت السي دي سي اللي هي السنتر اوف ديزيز كنترول اللي هو مركز السيطره على الامراض وانتشارها بانه لازم ارتداء الماسك للجميع الكمام الطبي طبعا بسبب الشورتج او انه عدم توفر الكمامات الطبيه بكميات كبيره بالوقت الحالي ممكن انه يكون الكمامه مصنوعه من القماش على انه تكون من عده طبقات وانه تامن التنفس بشكل جيد وتعمل تغطيه للانف والفم ويتم غسيلها بعد كل استعمال بالماء والصابون طبعا بالنسبه للاطفال بدءا من عمر سنتين ممكن انه يستعملوا الكمام نعم. اما بالنسبه للكمامات الثانيه اللي هي طبعا الN95 والسيرجيكال ماسك فبننصح فيه للأشخاص اللي عاملين بالمجال الطبي أو الأشخاص اللي هنا على كونتاكت مع أشخاص يحتمل إصابتهم أو إذا كان شخص في عنده أعراض إصابة تنفسية فممكن أنه يستعمل الماسك الجراحي نعم طبعاً طيب. هي نقطة النقطة الثانية تفضلي حكينا عن النقطة الثانية نعم أنه لما نطلع يكون في تباعد نحفظ مسافة 3-6 قدم اللي هي تقريباً 1-2 متر بين الشخص والشخص الآخر بالإضافة طبعاً إلى أهمية غسيل اليدين بشكل جيد بالماء والصابون نعلم أطفالنا كيف يغسلوا يديهم بالشكل الصحيح على أنه تكون لمدة 20 ثانية على الأقل إذا تعذر وجود الماء والصابون ممكن أنه استخدام المعقم اليدين اللي هو على أساس أنه يكون من الكحول بنسبة على الأقل 60% بالإضافة لأنه موصيهم ما يلمسوا الفم الأنف الأعين بأيدي متسخة ولما نعلمهم طبعا لما اثناء السعال او العطاس انه يتم تغطيه الفم والانف بالمحارم الورقيه واذا تعذر وجودها انه يكون بالمرفق وليس باليد نعم طبعا بالاضافه الى اهميه المحافظه على النظافه الشخصيه قص الاظافر نظافه الشعر نظافه الجسم اجمالا عند الاطفال ونظافه المنزل وتهويه الغرف والمحافظه على نظافه السطوح فمعظم الدراسات بينت انه الفيروس ممكن
انه يضل موجود على الاسطح لفتره ساعتين الى 9 ايام. طبعا هذا له علاقه بدرجه الحراره والرطوبه ونوعيه السطح، لكن كثير مهم انه نعتني بنظافه الاسطح. يعني مثلا بالنسبه لشاشات الالكترونيه او الالعاب اللي بيلعبوا عليها الاطفال، الالعاب العاديه تنغسل بشكل جيد بالماء والصابون، الطاولات، قبضات الابواب، المفاتيح، هالامور هي كثير مهمة. بالإضافة طبعا عنصر كتير مهم بالوقاية أنه نقوي مناعة الطفل ضد الأمراض. نعم. طيب كنا تحدثنا ببداية يعني هذه الفقرة عن أنه العوارض بتأتي للأطفال بتكون خفيفة أو ربما تكون معدومة، ولكن إذا كان هناك عوارض لدى الأطفال، ما هي أبرز هذه العوارض اللي على الأهل أنه يتنبهوا لها لدى أطفالهم، علما بأنه ممكن أنها تتشابه هذه العوارض مع أمراض أخرى؟ صحيح، سؤال كتير مهم، لأنه فعلا حسب ما بينت الدراسات، وبحب هون منشن لآخر دراسة نشرت بالأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، دراسة أجريت بالولايات المتحدة، من أصل تقريبا 150 ألف حالة كان عدد حالات الأطفال 2500 حالة، وشافوا أنه فقط حوالي 6% منهم احتاجوا دخول مستشفى. طبعا كانت الأعراض بمعظم الحالات هي السعال الجاف، الحرارة، أحيانا كان في صعوبة بالتنفس، لكن مثل ما تفضلتي فعلا أنه معظم الحالات تقريبا 90% من الحالات عند الأطفال عم تكون يا أما بدون أعراض نهائي، تقريبا في 4% من الحالات بتكون بدون أعراض نهائي كما في دراسة نشرت مسبقا بالصين، والحالات الأخرى بتكون أنه عادة حالات خفيفة. طبعا هذا الشيء مطمئن، أنه الإصابة الخفيفة بتطمننا أنه الحمد لله الأطفال بأمان، لكن المشكلة مثل ما تفضلتي أنه ممكن ينقلوا العدوى للكبار بدون ما يكون عندهم أعراض، وحتى في بعض الحالات ممكن أنه يكونوا بدون أعراض نهائي، ومن هون بتجي أهمية الوقاية. نعم. طيب عند تأكيد إصابة أحد الأبوين أو أحد الأخوة، ما أهمية عزل باقي أفراد العائلة وإجراء الفحوصات الدورية لهم؟ طبعا العزل هو أفضل طريقة لنقل العدوى، وإجمالا عند إصابة أي شخص من أفراد الأسرة يعتبر الأشخاص الثانيين مخالطين، وبالتالي بتاخذ منهم مسحات اللي هي السواب، بتكون نيزوفرينجيال سواب أو المسحات الأنفية، بتتاخذ طبعا وبتنبعث على المخبر الخاص بطريقة معينة اللي هي طريقة البي سي آر، بتبين فعلا إذا كان الشخص مصاب بالفيروس أو لا حتى لو ما عنده أعراض. طبعا وجود مسحة وحدة سلبية ما بتعني أنه الشخص غير مصاب، برد بتنعاد المسحة مرة ثانية إذا ظهرت عند الشخص الأعراض، أو بعد فترة زمنية محددة ممكن أنه تكون أسبوع أو أقل أو أكثر حسب الظروف، وبيتم عزل المخالطين على الأقل لمدة 14 يوم. طبعا ليش تم اختيار 14 يوم؟ لأنه هي فترة حضانة الفيروس. نعم. بالنسبة لما يحدث في العالم، كان هناك خوف كبير لدى الناس من انتقال فيروس كورونا حتى من الميتين، يعني اللي بيموت مع فيروس كورونا كان هناك خوف بأنه ينقل هذا المرض للأشخاص اللي بيكونوا ربما يعني حول الميت، وغير ذلك من الإجراءات اللي أنت كنت قاعدة عم تحكيها. ولكن ما هو جديد العلاجات والأبحاث والتقارير حول فيروس كورونا، وهل هناك إجابات ربما لديك على بعض التساؤلات التي يعني دائما يكررها الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم طبعا، نحن عم نتعامل مع نوفل فيروس، الفيروس جديد، كل يوم عم بيكون في ابحاث جديده، كل يوم عم بيكون في اشياء جديده، الاشياء اللي ممكن نقول اليوم ممكن انه ما تنطبق على اللي ممكن ينقال بعد ساعه او ساعتين. اجمالا اللي تم اكتشافه لحد هلا بالنسبه لاول شيء الاطفال، طبعا الحمد لله لحد هلا بالنسبه للرضاعه الطبيعيه لا تعتبر انه هي مضاد استطباب في حاله اصابه الام بالكورونا، على انه تاخذ كل الاحتياطات. يعني طبعا لازم انه تغسل ايديها بالماء والصابون بشكل جيد قبل الرضاعه وبعدها، وارتداء القناع الواقي. إذا كانت الأم تعبانة وما بتقدر أنه ترضع الطفل بشكل مباشر، فممكن أنه عن طريق تسحيب الحليب، هي أول شغلة. الشيء الثاني طبعا بالنسبة للأم الحامل،
في كتير تساؤلات انه هل فعلا بينتقل الفيروس للجنين من خلال فترة الحمل ولا بتكون بعد الولادة. الدراسات الأولية بينت انه ما بيتم انتقال الفيروس عن طريق المشيمة، لكن حديثا في دراسة نشرت فيها تساؤل انه شافوا في انواع من المضادات اللي هي الانتيبوديز اللي عادة ما بتمر عن طريق المشيمة من الأم للطفل، شافوا انه هي موجودة وهي من مضادات فيروس الكورونا. فهون التساؤل انه هل هو بيعني انه الفيروس بينتقل من المشيمة من الأم للجنين، ولا انه هو في تخرب بسبب الإصابة بيصير في مشكلة بالأوعية الدموية وبالتالي ممكن للفيروس أنه ينتقل من الأم للجنين. نعم. بالإضافة لأنه شافوا بتشريح جثث المصابين بإيطاليا في دراسة جديدة كمان أنه غالبا كان سبب الوفاة هو مشكلة بالأوعية الدموية وجلطات في الرئة كانت هي اللي عم تتسبب بالوفاة، وعم بيصير في عند المرضى بالحالات الشديدة توسع بالأوعية الدموية بالرئة ووزمة رئة. طبعا هذا ممكن نوعا ما يفسر لنا أنه ليش الإصابة أحيانا بتكون عند الأطفال أقل من الكبار. طبعا الجواب الشافي مش واضح، لكن في عدة احتمالات أنه ممكن يكون الأمر له علاقة بالمستقبلات للفيروس بالرئة، فبتكون إجمالا عند الأطفال المستقبلات مختلفة عن الكبار فما عم بيكون عندهم إصابة شديدة، أو ممكن بسبب تعرض الشخص الكبير خلال حياته طبعا لنوع آخر من أنواع فيروس الكورونا، فبالتالي عم تكون ردة الفعل المناعية عنده قوية كتير. هذا الشيء بيسموه سايتوكين ستورم، بينما ردة الفعل المناعية عند الأطفال عم تكون نوعا ما أقل، فهذا ما عم بيخلي الإصابة تكون كتير شديدة. أو ممكن أنه أحد الاحتمالات إجمالا الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط، مثل السكري، أمراض الأوعية الدموية، قابلية التعرض للتجلط، التدخين، أمراض الرئة المزمنة، هي أكثر شيوعا عند الكبار والسكري من الصغار، وبالتالي هي نقطة جيدة لتخلي أجسام الأطفال قادرة على المقاومة والتحمل. نعم دكتورة ريتا، يعني عيون الناس كلها شاخصة حول فتح أو إعادة فتح المدارس ربما لإكمال هذا العام الدراسي على الأطفال. في حال فتحت المدارس أو يعني انفتحت أبوابها في المستقبل، ما نصائحك للأهل والأطفال، خاصة وأننا لا نعلم إذا سنقضي على الفيروس بشكل نهائي أم لا؟ ولكن يعني أريد أنه منك إجابة ولكن تكون سريعة لو سمحتي. نعم اجمالا طبعا بينت الدراسات السابقه انه اغلاق المدارس بحالات الجائحات ممكن يخفف من انتقال الجائحات بحوالي او انتشارها بحوالي 17%، فقرار اغلاق المدارس طبعا بتقرره منظمه الصحه العالميه والسلطات المحليه، لكن اذا تم فعلا فتح المدارس بالوقايه بتعود على عاتق، في اشياء على عاتق الاهل، في اشياء على عاتق المدرسه، على عاتق المدرسه انه يكون في الغاء الطابور الصباحي، انه يقل عدد الطلاب الموجودين بالصفوف، انه يتم تهويه الغرف بشكل جيد، الحفاظ على مسافه متر على الاقل بين الطالب والاخر، يهتموا بنظافه السطوح، يحتفظوا بكحول عند مدخل الصف، الطالب بيتمكن انه ينظف ايديه بشكل جيد قبل ما يدخل على الصف، بالاضافه الى التوعيه الادوكيشن للاطفال. بالنسبه للاهل على عاتقهم عده امور، طبعا بنصح انه بهالحاله التوصيل ما يكون توصيل الاطفال للمدرسه بالباصات، يحاولوا الاهل انه يوصلوا بشكل منفرد حتى ما يكون في احتكاك مع اشخاص كثير. بالاضافه اذا كان الطفل مريض ما يبعثوه على المدرسه، هي نقطه جدا مهمه، إذا كان في عنده حرارة أو كحة أو غيرها. أيضا أنه لما يوصل الطفل على المدرسة المفروض أنه الحذاء وأيضا حقيبة المدرسة تبقى عند باب البيت. والحقيبة وربما من الأفضل يعني عندما عند شعور الطفل بأي حالة من أو أي عارض من الأعراض، ربما من الأفضل أنه يبقى في المنزل لعدم يعني نقل العدوى إلى رفاقه. دكتورة ريتا فتال الاختصاصية بطب الأطفال، بدي أشكرك كثير على كل المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها، حدثنا مباشرة من الكويت. شكرا على الاستضافة اللطيفة، شكرا كثير. شكرا لك، بتمنى الصحة للكل إن شاء الله. الآن مشاهدينا مع أولى محطاتنا في المطبخ مع الشيف راسم وورا أشحى. شكرا لك هبا، ويسعد صباحك للمشاهدين اللي عم يتابعونا لهذا اليوم. يوم وصفتنا كثير سهلة وكثير طيبة. أول شيء رح نعمل رز بخاري
مع الدجاج مع الجزر مع الثوم مع البصل، ورح نعمل مهلبية بس بالتمر والتفاح. نحن بنعرف المهلبية دائما هي عبارة عن حليب مع سكر مع شوية نشا شوية مسكة مع شوية ما زهر أو ما ورد، بطلع لنا المهلبية خاصة. اليوم رح نعملها بطريقة مختلفة شوي، رح نطحن التفاح مع الحليب مع التمر، ممكن نحن نضيف سكر بالبيت وممكن لا. هلا أول خطوة رح نعملها هي الأرز البخاري، اللي هو الأرز البخاري بينطبخ على البخار، ولكن اليوم رح نعمله بطريقة كتير سهلة، فينا ست البيت تعمله بالبيت بطريقة كتير سهلة بالطنجرة. هلا أول شيء أنا عندي هون حطيت زيت نباتي وقليت الفروج شوي، عندي هون فروج كامل قليته شوي حتى يتحمر، غطيته لحتى استوى ثلاث أرباع الاستواء. هلا شو بدي أعمل بنفس الطنجرة اللي قليت فيها الفروج، راح أحطها على النار وضيف عليها معلقة من الزبدة لحتى أقلي باقي المكونات. عندي هون شوية زبدة قلبة لحتى تذوب. دائما لما بنقلي فروج او لحمه وبدنا نطبخ على ميتهم لازم نعمل بنفس الطنجره اللي سلقنا فيها او اللي قلينا فيها. ليش؟ لانه كل النكهه موجوده على اطراف الطنجره، هي اللي بدي اياها لحتى تطلع عندي الاكله كثير مميزه وطيبه. هلا مع الزبده راح اضيف شويه بصل ناعم مع مثل العادي ضربه من الملح لحتى يدبل معي البصل بسرعه، وقلبهم كله مع بعض. هلا بعد ما يدبل معي البصل اكيد رح نضيف الثوم، الثوم ما لازم ينضاف مع البصل لان درجه استواء البصل اكثر بشوي من الثوم. بنقلبهم بهالشكل، مثل ما لاحظنا تغير لون البصل على اللون الكراميلي شوي، هيدا من النسور او ميه الدجاج اللي ضلت بالمقلايه عندي. طبعا فينا نحن نحطهم بالطنجره، هلا مثل هي الطنجره بتدخل معنا بالفرن، نغطيها بورق ألمنيوم وممكن نحطها نحن بالفرن لمدة 25 دقيقة، بيطلع عندي الرز البخاري جاهز للأكل. أنا اليوم رح أطبخها على الغاز بطريقة كتير سهلة، فينا ست البيت بكل بساطة تعملها عندها بالبيت بهالشكل. بعد ما عندي دبل البصل شوي رح أضيف عليهم شوية ثوم، وقلبهم كمان مع بعض. لحتى ناخذ لون مايل على الاورنج شوي بهيدي الوصفه لحتى عندنا رز بخاري طيب، رح نضيف الجزر. في ناس بتضيف حبه بندوره معه طيبه، بس ولكن الرز البخاري انه ما بينحط له بندوره اكيد، رح نضيف الجزر، رح نضيف زعفران او عصفور. انا بنصح ست البيت ما انه ما كثير متوفر الزعفران عندنا، ممكن نضيف نحن عصفور. هلا بعد ما دبل معي البصل والثوم رح ضيف عليهم الجزر، عندي هون تقريبا ثلاث جزرات مبروشين، بدي قلبهم بهالشكل. هلا ليدبل معي الجزر منيح ويدبل معي الثوم والبصل، خلونا نروح على الحلويات شوي ونعمل الوصفه اللي نحن اخترت لكم اياها لهيدا اليوم. اول شيء عندي هون تقريبا تفاحتين، فينا نستخدم تفاحه وحده مع 10 حبات من التمر، طبعا حبات من التمر لازم تكون خاليه من اللب ولازم تكون مقطعة بشكل ناعم لحتى تنطحن معي. إذا عندنا خلاط بالبيت خلاط كوكتيل تزبط معنا، كل المكونات رح تنطحن معي وتنغلى. هاي هي كل الوصفة. عندي هون تفاحتين، عندي 10 لـ15 حبة من التمر، عندي شوية سكر وعندي شوية نشا، عندي هون لتر وربع أو لتر ونص من الحليب. شو رح أعمل؟ رح أخلط التفاح، لازم يكون مقشر ومقطع، رح أضيف التمر. ست البيت هون اختياري، التمر لأنه عندي إياه حلو، ممكن نحن نضيف سكر وممكن لا. انا راح اضيف تقريبا 60 جرام من السكر لانه كميه الحليب عندي لتر ونص بهالشكل، وعندي كمان معلقه كبيره من النشا. هلا هذول المكونات راح اخلطهم كلهم مع بعض، هيك انطحنوا معي. لازم انطحنهم بشكل كتير منيح، بعد ما انطحنوا معي لازم انا صفيهم. عندي هون طنجرة على النار وعندي مصفاية، لازم نصفيهم بهيدا الشكل. مثل ما لاحظنا ضل معي القشر تبع التمر، هيدا القشر ما بدي اياه انا،
اخذت الحلاوي والطعمي تبع التمر رح صفيهم كثير منيح. إذا مثل ما لاحظنا مشاهدينا ضل عندي هذه المادة اللي هي التفاح مع التمر، إذا طحناهم كتير منيح بتقل هاي المادة عنا أو هاي الزوائد. هلا رح شغل النار تحت هون على نار متوسطة ولازم نستمر بالتحريك تبعهم لأنه مثل ما قلنا في نشا، النشا ما بدي إياه ينزل لتحت لحتى ما يعلق. بنشوف هون إذا حطينا الزبدة مع البصل مع الثوم مع الجزر قلبناهم كلهم مع بعضهم، شو رح نضيف بهارات؟ عندي هون رشه من الكمون، عندي هون عود من القرفه، طبعا هذول فينا نحن نحطهم بورق او قطعه قماش حتى ما يكونوا مع الرز يعني، وفينا نشيلهم بعد ما يستوي عندنا الرز. عندي ورق غار، عندي شويه عصفور، وعندي فلفل ابيض ورشه من الملح. طبعا هي الكميه فينا نضيفها عليها كيلو، من نص كيلو لكيلو رز مع الدجاج يعني فروج كامل، بقلبهم كلهم مع بعض. انا ما كترت منيح سمنه او زبده، طبعا ست البيت فينا تعمل سمنه او زبده، ما كترت كثير. ليش؟ لانه انا قليته الدجاج بزيت نباتي وحطيت الزيت النباتي بالمي المغلية تبع مرقة الدجاج، يعني كنت غالي أنا أول شيء مرقة دجاج مع باقة عطرية، حصلت على مرقة كثير طيبة. هلا رح ضيف المرقة عليهم. هلا شو بنعمل؟ بنحط الدجاج مع الرز أو مع الجزر عفوا بهالطريقة، رح ضيف عليهم المرقة. طبعا هيك رح اتركهم يغلوا لمدة 6 دقائق او 7 دقائق بس لحتى مية الدجاج تتنكح من الدجاج كتير مزبوط وتدخل البهارات بقلب بعضها، وبس تغلي عندي كتير منيح يعني لمدة 6 أو 7 دقائق رح أضيف الرز. الرز على نار هادية كثير كثير، يعني أقل من درجة الحرارة اللي نحن بنطبخه بالعادة. بالعادة بيطلع معنا من 12 ل 13 دقيقة الرز، هالمرة رح أتركه من 18 ل 20 دقيقة لحتى يتبخر معي على نار هادية كثير ويستوي الفروج مع الرز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني اليوم شو بدي أخبرك اليوم؟ نعم. اليوم شو بدي أخبرك عن هالمنسف الطيب؟ كتير مبين إنه طيب. صحيح. بس شو بتستعمل له؟ اللبن الجميد الجميد بيقولوا عنه ولا اللبن العادي؟ اللبن الجميد للطبخ، اللبن العادي للأكل. نعم. اللبن الجميد في منسف، خاصة المنسف الأردني مشهورين فيه باللبن. نعم. الجميد. بفلسطين كمان. بفلسطين كمان. بالشرق الأوسط بشكل عام يعني. نعم. بس أكثر منطقتين هني فلسطين والأردن، صحيح كلامك. ولكن بينطبخ فيه طبخ. نحن نعرف اللبن الجميد هو عبارة عن خلاصة اللبن. صحيح. لحتى يجمد على اشعه الشمس. نعم. بعدين بنحط عنا على رفوف ما بيتغطى ولا بينحط بالبراد. صح. بصير بيتكسر تكسير. صحيح. مثل الملح. فهيدا بنقعه بالمي لثاني يوم وبعدين بنغليه، وبعد ما بيستوي عنا اللحمه بنتركهم باخر مرحله، بنخليه يغلي شي نص ساعه مع اللحمه لحتى يتغلغل، وبعدين ميه اللبن بنحطها على المنسف. هيدا بالنسبه للبن الجميد. اللبن الجميد اللي بدنا نامن منه شي مره وبنعملها على الهواء. اكيد انا ما لقيت هون بصراحه. لازم اطلع مشوار على فلسطين او على الاردن لحتى اجيب. ولا هي عليك انت. ضروري بعد ما نخلص من جائحه كورونا اللي صحيح. صحيح. عم نشوفها بالعالم. ولكن خليني انا وانت ننتقل لنصيحتك لليوم. يلا. نفرجيها لمشاهدينا ومن ثم نعود. مشاهدينا، مع هذه النصيحة دعونا ننتقل إلى خبر اليوم ومع أمين.
وإلى خبر اليوم مشاهدينا، شهر عسل في جزر المالديف يمتد إلى أجل غير مسمى، والسبب طبعا معروف وهو فيروس كورونا. القصة هي لأوليفيا وراول ديفيراتيس، زوجين من جنوب أفريقيا، وصلا في شهر مارس الماضي إلى جزر المالديف لتمضية 6 أيام، إلا أن تفشي فيروس كورونا في العالم والحظر الجوي المفروض أجبرهما على البقاء بمفردهما في أفخر المنتجعات بالجزيرة. نيويورك تايمز نشرت تفاصيل القصة اللي انطلقت حيث حرص الزوجين على مراجعة وكيل السفر قبل الانطلاق في رحلتهما خوفا من تداعيات كورونا، إلا أنه أخبرهما أنه سيتم السماح لجميع مواطني جنوب أفريقيا بالعودة إلى وطنهم مهما كانت الإجراءات، وطبعا تمنى لهم الاستمتاع بوقتهم. ولكن بعد أيام قليلة من وصولهما صدر قرار بإغلاق جميع مطارات جنوب أفريقيا، ما دفع الزوجين إلى التفكير بإيجاد أسرع حل ممكن يمكنهما من العودة، علما وأن الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا من المالديف تستمر 5 ساعات إلى الدوحة، توقف 3 ساعات، ثم 9 ساعات إلى جوهانسبورغ. وقال إنهما درسا خيارات أخرى مثل ركوب قارب على سبيل المثال سريع لمدة فقط 1.5 ساعة إلى مطار الجزيرة الرئيسية. وما يحدث أن المالديف أيضا تعلن إغلاق كل مطاراتها في نفس الوقت تقريبا، وحظرت طبعا الاستقبال المسافرين الأجانب. خفى طبعا السماح من عدم السماح لهما بالعودة إذا غادر المنتجع. وتقول أوليفيا إنه طبعا لأمر مدهش أن نحصل على الوقت الإضافي، مضيفة أنهما يحصلان على خصم كبير من مبلغ 750 دولار المعتاد دفعها عن الليلة الواحدة في المنتجع، ولكن كل يوم إضافي يقطع من مدخرتهما. الجميع يقولون أنه يريدون أن يكونوا عالقين في جزيرة استوائية. يبدو الأمر جيد على حسب أوليفيا، ولكن فقط عندما تعلم موعد المغادرة. طبعا هالقصة هذية تقريبا تحث عليها الجميع في كل وسائل التواصل الاجتماعي. الفكرة أنه جميلة يمكن أن تكون عالق في جزيرة استوائية. ما بعرف إذا أنت المقصود أنك بحكيك عنها أنه نحكي يا حرام ولا نيانهم. أنا حالي بقول أكيد نيانهم. يعني أول شيء فرصة جميلة جدا يعني بالبقاء إذا كانت هذه الجزيرة يعني اللي هن قاعدين فيها وهذا المنتجع بالتحديد، فجميل جدا يعني هذه التجربة اللي هن عم بيعيشوها هلأ، وربما يعني سيتحدثون عنها كل حياتهم ويحدثوها لأولادهم. ولكن ربما يعني الصعوبة اللي هن عم بيواجهوها هي الدفع المستمر كل يوم يعني، ولم تتكفل بهم بلدانهم، وهذا موضوع كثير صعب. وهذا اللي صار كتحديث في الخبر، لأن يعني الخبر وقت اللي تم نشره وتناقلوه الجميع حتى تحدث عن ملل الزوجين نوعا ما، لأنه ما عندهم حد شايف الوقت. فهذا اللي خلى طبعا سفارة جنوب أفريقيا تجمع كل الجنوب أفريقيين في منتجع واحد وتتكفل هي بكل المصاريف إلى حين يتم إعادة إلى وطنهم. ياريت الكل نكون عنا جزيرة كما قلتي. مشاهدينا هذا خبرنا لليوم، فاصل ونعود مع باقي فقراتنا، ابقوا معنا. عدنا عليكم من جديد مشاهدينا مرة أخرى. صباح النور هبة. صباح النور لك يا أمين. وصباح النور لمن التحق بنا الآن. إلى موعد الأخبار ووعد في الانتظار مع الخبر. شكرا أمين، أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. فيروس كورونا المستجد يودي بحياة ما لا يقل عن 108,000 شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين بالوباء 1,700,000 شخص. وللمرة الأولى في التاريخ المعاصر خلت مدن العالم من المسيرات والقداديس التقليدية بمناسبة عيد الفصح، وذلك خوفا من تفشي الوباء. عالميا باتت الولايات المتحدة البلد الأشد تضررا في العالم من الفيروس، حيث سجلت أكثر من 20,000 وفاة و 519,000 إصابة وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. أوروبيا ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى 13,800. أما في بريطانيا فقد وصل عدد الوفيات إلى عتبة 10,000 بعد تسجيل 1,000 وفاة يوم السبت. في إيطاليا التي خلت عاصمتها ومدنها الرئيسة من أي حركة أو نشاط، فقد اقتربت من تسجيل 20,000 وفاة مع تمديد قرار العزل حتى 1 مايو القادم. في روسيا قال الكرملين إن ضغوطات تفوق طاقة المستشفيات وتدفقا ضخما من مرضى كورونا بدأ يشكل ضغوطا هائلة على المستشفيات في موسكو مع ارتفاع عدد الوفيات لما يفوق 100.
عربيا، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان وافق على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار الفيروس. وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97 حالة إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1500 حالة. زعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس يطلب مزيدا من الوقت لمحاولة توحيد الصفوف وتشكيل حكومة مع خصمه السابق رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو، في حين توشك المهلة المحددة لتشكيل حكومة على الانتهاء. قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان يلتقي مع قادة طالبان لمناقشة خفض العنف في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون السبت، في وقت تتهم الحركة القوات الأمريكية بخرق اتفاق السلام التاريخي الذي تم توقيعه في الدوحة، ويقضي الاتفاق بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول الصيف بشرط بدء طالبان محادثات مع الحكومة الأفغانية والالتزام بضمانات أخرى. إطلالة سريعة على أهم أحداث الأسبوع عربيا وعالميا، نتابعها معا في هذا التقرير. وافقت القوى السياسية الأساسية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف. كل الموافقية إياك مصطفى حبيبي. وتصادف اليوم الذكرى الأولى للإطاحة بنظام البشير في السودان، وهذا هو موضوع نقاشنا اليوم مع ضيفنا الذي ينضم إلينا بعد قليل، الصحفي إسلام عبد الرحمن من العاصمة السودانية الخرطوم. إذن بانتظار جهوز الاتصال نعود الآن إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباحا. شكرا لك وعد. شكرا. كنا نتحدث أنا وأنت خليني أقول أنه كنا معناها مش على المباشر، كنا نتحدث على البلدان ومالديف و... صحيح. يا أخي طلعت في بالنا أمريكا اللاتينية، جانا تقرير من غد عن البيرو، يعني كذا يقولوا عنا في تونس كان طلبنا الغنيرة واستغنينا. ما بنستغني أبدا ما بعتقد خلينا نروح أنا وأنت إلى هذا التقرير، حيث تحاول بعض دول أمريكا الوسطى والجنوبية تطبيق سياسات صارمة في مواجهة تفشي وباء كورونا، ورغم أنها دول لم تسجل حجم إصابات كبيرة مقارنة بغيرها في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أنها تنتهج سياسة حظر التجوال وتنشر الأمن والجيش في الشوارع لتطبيق هذه السياسات. المزيد في هذا التقرير من البيرو. في مدينة بيورا شمالي البيرو اختفت النساء من الشوارع والأماكن العامة. يتسوق الرجال هنا وحدهم، يقضون حاجاتهم ويعودون لبيوتهم بسرعة.
أتيت للتسوق اليوم لشراء ما يحتاجه المنزل، حيث أن السلطات أمرت بأن الرجال فقط يمكنهم الخروج في مثل هذه الأيام وحدهم، وللنساء أيام أخرى. سياسة صارمة اتبعتها البيرو وبعض جاراتها في أمريكا الوسطى والجنوبية في مواجهة كورونا. الخروج من المنازل لشراء المواد الغذائية سيكون بشكل فردي ومنفصل من قبل الزوجين في أيام محددة، كل على حدة. أما يوم الأحد فلن يسمح بالتحرك من المنزل. أعتقد أنه من الجيد أن تسيطر السلطات على الناس قليلا بسبب العدوى وتفشي الفيروس، كما أعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك وقت معين لكل فرد في العائلة للخروج. حظرا شاملا للتجوال فرضته البيرو على سكانها الاجتماعيين بطبعهم، فيما يبدو أن النساء لم تقتنعن به وخرجن للتنزه غير عابئات بالغرامة أو الاعتقال. تقرير جميل جدا من البيرو، ولكن دعونا الآن مشاهدينا نعود إلى الجزء الإخباري من حلقتنا لليوم ومع وعد هاشم. شكرا هبة، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في مثل هذه الأيام من العام المنصرم نجح السودانيون في إزاحة عمر البشير من السلطة بعد 3 عقود من الحكم، إلا أن ذلك لم يحل مشاكل السودان الاقتصادية والسياسية التي يتخبط فيها، ولم يجنبه أيضا بعض أعمال العنف وآخرها محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك. أما الاقتصاد الذي لا يزال ضعيفا وهشا فمن المستبعد أن ينجو من الانهيار في ظل التضخم المالي والغرق في الديون، ما يهدد باضطرابات اجتماعية جديدة شبيهة بالتي أطاحت بالبشير وكانت آنذاك رفع سعر الرغيف 3 أضعاف. إطلالة إذن على السودان في الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام البشير مع الصحفي إسلام عبد الرحمن الذي ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم. أهلا وسهلا بك، كيف تقيم مسار الحكومة حتى الآن؟ أهلا بك وصباح الخير، وصباح الخير لكل مشاهدي العربي. تقييم المسار يعني هو فيه شقين، فيه شق إيجابي أن السودانيين استطاعوا بعد 30 عام من الحكم إسقاط أكبر ديكتاتورية تمر على السودان، إسقاط نظام الرئيس عمر حسن أحمد البشير ونظام الجبهة الإسلامية، ورأوه كيف يعني بعد هذه سنوات الحكم الطويلة داخل السجن، وبالتالي تحقق جزء من شعارات الثورة التي انطلقت حرية سلام وعدالة. لكن المسار بشكله العام يمكن أن نلخصه بأنه كان بطيئا في تحقيق كافة أهداف الثورة، هذه الثورة التي شهد لها الجميع بسلميتها وبانتهاجها لخطوات لربما كانت متفردة في هذا التزاوج ما بين العسكريين والمدنيين والتوصل لاتفاق جنب البلاد سيل الدماء أو التجاذبات السياسية التي كانت يمكن أن تؤدي إلى إشكالات نعاني منها حتى الآن. لكن يعني المسار به العديد من الملاحظات. نعم. هنالك بطء شديد جدا يلازم هذه الفترة، فترة الحكم الانتقالي، تلخصت في القوانين يعني لم يتم تعديلها بشكل كامل، خاصة ما يعرف بالقوانين يعني الخاصة بالدستور، لأن لم تكتمل كافة المؤسسات الخاصة بالحكم مثل المجلس التشريعي أو حتى انتخاب حكام الولايات. هنالك العديد من الإشكالات التي يعاني منها
الشارع السوداني وعلى أهمها المشكلة الاقتصادية. نعم. هنالك نجاحات وهنالك أيضا إشكالات يمكن أن نفصلها. طب نعم لنبدأ يعني التحديات، يعني أبرز التحديات أمام هذه الحكومة. هي فعلا اليوم في موقع تحدي، تريد إثبات ذاتها أمام الثوار السودانيين من جهة، وتجاه ربما بالدرجة الأولى صراع الأجنحة الخفي من جهة أخرى. إلى أي مدى يمكن للحكومة الصمود والإنجاز في هذين التحديين؟ صحيح التحديات ماثلة، وأعتقد أن التحدي الأكبر هو تحقيق السلام. المفاوضات التي لا تزال تستمر حتى الآن تواجه تحدي كبير، لأن النهج الذي سارت عليه أيضا تحفظات مختلفة، حتى من تجمع المهنيين الذي يقود هذا الحراك، بأنها مضت على مسارات، ولكان الأجدى أن تنطلق هذه المفاوضات وتستمر حول القضايا الكلية للسلام. بمعنى أننا مثلا هنالك جناح عبد العزيز الحلو أو هذا المسار الذي يتعلق بجنوب كردفان ومنطقة جبال النوبة يختلف عن مسار دارفور. نعم. ونحن نحتاج إلى سلام يعم كل السودان. هذه قضية أرهقت المفاوضين ويصعب التوصل إلى حلول إذا لم تكن هنالك قضايا كلية. صحيح هنالك توافق على العديد من القضايا، لكن الآن المعضلة الحقيقية لعملية السلام تقاسم السلطات، تقاسم الثروة، وهذه لا تروق للسودانيين. بمعنى أن هذه الثورة لم تأتي لتقاسمات أو حصص يمكن إعطاها لذلك الفريق، أو لأن السودان يحتاج ويعاني الكثير، وهذه الحركات عليها أيضا أن تتحمل مسؤولية تاريخية ومسؤولية وطنية في تحقيق السلام. أعتقد أن التحديات كما أشرت هي تحديات كثيرة. التحدي الماثل الآن لكل الشعب السوداني تحقيق العدالة، لأن أنا كما قلت لك شعار الثورة هو حرية وسلام وعدالة. السلام الآن تحدثنا عنه بمعنى أنه لم يتحقق أيضا، وهذه الجولات لا تزال مستمرة، والآمال أيضا كبيرة بأن يحدث اختراق ويتم التوصل لاتفاق سلام. صحيح أن وقف إطلاق النار الآن باقي وإيصال المساعدات الإنسانية كلها إيجابيات، لكن السودانيين يتطلعون إلى سلام دائم. نعم. الإشكال الآخر هي العدالة. صحيح أن رمز النظام الكبير عمر البشير الآن تمت محاكمته، لكن ليست في كل القضايا. هنالك قضايا مهمة جدا لم يتم التطرق عليها، مثل ما حدث في دارفور، المطالبات بالمحكمة الجنائية الدولية والمسؤول لها. صحيح أن المكون في الحكومة خاصة من خلال المفاوضات تم الإعلان لأنه لا مانع من مسؤوله للمحكمة الدولية أو تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، لكن تظل الخطوات فيها بعض التجاذبات أو عدم القناعة، أو يعني ليست محل توافق. هل يتم محاكمته بالداخل أو يأتي وفد من المحكمة للنظر؟ هنالك ضبابية في هذا الجانب، وليس في داخل السجن قرار يمكن القول له نهائي يقضي عقوبة سنتين. هو يعني اليوم داخل السجن يقضي عقوبة سنتين بتهم فساد، واستلم يوم أمس أيضا دعوة من المدعي العام بتهم أخرى. صحيح، يعني هذه ليست القضايا التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني. هنالك قضايا جنائية وجوهرية يعتقدون أنها أهم. قضية مثلا قضية قتل المتظاهرين، من الذي أطلق النار عليهم؟ هنالك معلومات يعرفها الكل بأن الرئيس البشير وأيضا أعطى أوامر إبان الحراك الأول. هنالك عدد من التصفيات التي تمت حتى لجنود في القوات المسلحة. هنالك قضايا مهمة جدا وملحة أكبر من ذلك. صحيح نحن بالأمس أو أمس الأول لاحظنا أن من القضايا المهمة أن لجنة إزالة التمكين بدأت بخطوات جدية في تجريد بعض قيادات الرموز السابق من ما يمتلكونه من أموال، أو استرداد هذه الأموال، هذا هو المعنى الأدق، استردادها لخزينة الدولة بعد أن عاسوا فسادا ونهبوا العديد من قطع الأراضي تحديدا. لكن أنا كما أشرت في مقدمة هذا اللقاء،
كل هذه الإجراءات بطيئة جدا. طيب. نحن والملاحظة من أيضا بما أنك أشرت أن هذه إلى هذه كان النقطة من المؤمل أن تكون منذ بداية الثورة أو الأسبوع الأول، لكنها تأخرت كثيرا. نعم. طب ما الذي يمنع الحكومة اليوم من إعادة هيكلة النظام السياسي بشكل كامل وتفكيك جميع يعني بقايا ورموز النظام السابق؟ سؤال مهم. تركيبة هذا النظام، تعرفين أن يعني هذه الحكومة لا يحكمها المدنيون، وبالتالي لا تسري على أو لا تمضي على هواهم. هذه التركيبة المؤلفة من العسكريين لديهم مخاوف. يعني هل ترى بأن المواءمة بين العسكر، هل ترى أن المواءمة في الحكم بين الجيش وممثلين عن الحركة الشعبية هي شكلية فقط، ولكن فعليا الحكم هو للعسكر؟ إن فهمت السؤال، يعني هذه المواءمة في تشكيلة الحكومة ما بين المدنيين وهم يمثلون قوى الحراك الشعبي تحديدا والثوار، وما ما بين العسكر في اللجنة العسكرية التي كانت أو المجلس العسكري تحديدا، يعني هي بها العديد من الشكوك، لم تمضي كل المسارات بشكل مطلوب. كانت هنالك خلافات موجودة في اتخاذ القرار في سير الدولة تحديدا، لكن تخرج أحيانا إلى السطح وأحيانا تكون تحت الغرف المغلقة. هذه المشكلة أعتقد هي التي جعلت حركة الإصلاح الشامل أو تحقيق أهداف الثورة بطيئة للغاية، لأن هنالك تحفظات، هنالك تشاورات كثيرة جدا لم تمكن الجانب المدني من الإسراع في إنجاز هذه الأهداف، المحاكمات، السيطرة على جميع مفاصل الدولة. تعرفين أنه حتى هذه اللحظة هنالك العديد من الشركات لكنها لا تتبع إلى المكون المدني، وتتبع هي للجانب العسكري لأنها شركات أمنية، وهي للأسف يعني أيضا تقوم بأدوار كبيرة في عملية الاقتصاد السوداني. طيب. هذه قبل التركيبة الانتقال إلى الاقتصاد السوداني أو هي التي حدت من واضح. قبل الانتقال إلى موضوع الاقتصاد في السودان، البرهان كان قد طرح فكرة التطبيع مع إسرائيل، هل تعتقد أن الشعب السوداني قد يقبل بهذا الطرح اليوم، خصوصا أنه شهدنا الطائرات المدنية الإسرائيلية يعني بدأت بالفعل تعبر أجواء السودان؟ شعبيا السودان وكل السودانيين يتصالحون بأن تكون علاقات السودان مع كل دول العالم مفتوحة، يتطلعون لرفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. ليس لديهم إشكال مع إسرائيل إذا كان ذلك من ثماره هو أن المصلحة الوطنية بالنسبة للشعب السوداني ورفع العقوبات. لكن الإسلاميون تحديدا لديهم تحفظات وهم من يسير هذه الإشكالات، لكن بشكل عام أستطيع أن أقول لك الشارع السوداني مع كل الخطوات لإصلاح بلاده أن يكون السودان بلد متوازن، هو يحترم القضية الفلسطينية والحق التاريخي للفلسطينيين، ولكن ليس ميال لأن تكون هنالك عداوة وعداوات مفتعلة. علينا أن نكون متساوين في علاقات مع الجميع لتغليب مصلحة السودان، وليس سياسة المحاور أو سياسة الاستقطاب التي كانت في ظل نظام عمر البشير. هذه هي النقطة. كل من يتحدثون عن هنالك خلافات أو أن الشارع السوداني ليس راضي، إلى موضوع لا يعني لا يتحدثون عن الحقيقة. بعض الإسلاميين لديهم مصالح في أن يظلوا على مكان. بالعودة إلى موضوع الاقتصاد، عام 2017 رفعت الولايات المتحدة الأمريكية عن السودان بعض العقوبات وأبقت على اسم السودان على لائحة الإرهاب، ولكن هل استفادت الحكومة آنذاك من هذا الرفع للعقوبات؟ العقوبات تواجه أيضا مشكلة واحدة الآن فيها خطوات جيدة جدا، هي مسألة التعويضات خاصة للمدمرة كول والقضايا المرتبطة بهذا الملف، لأن العقوبات
اصطدمت بواقع مرير هو وضع السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. تعمل الآن الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الانتقالية، لحل هذه المشكلة بالامتثال أو بالتفاهمات التي حدثت مع الإدارة الأمريكية. الآن عملية التعويض لكل اللي ما حدث للمدمرة كول بدأت في خطوات جدية، وتم على ما أعتقد أن الأموال التي تم الحديث عنها والاتفاق تحديدا الآن قيد التنفيذ. لكن هنالك بعض القضايا الأخرى، وهنالك رسائل إيجابية من الإدارة الأمريكية، لأن القضية أيضا هي قضية قانونية وليست قضية سياسية. يعني ليس القضية أن ترامب يمكن أن يتخذ قرار لرفع هذه العقوبات، ولكن الكونغرس والجوانب القانونية لابد من الحكومة السودانية استكمال هذا الملف. الخطوات الآن تجري بشكل طيب في هذا الجانب، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه الشعب السوداني بأنه لا يتحمل في ظل ضائقة كبيرة جدا من الاقتصاد يعاني منها. هنالك مشكلة في التحويلات، وجاءتنا الآن جائحة كورونا التي أغلقت الحدود. كل هذه المعضلات أيضا هي لا تصب في مصلحة أن يمضي السودان نحو الرفاه الاقتصادي أو حلحلة مشاكله. الآن من يأتي إلى الشارع السوداني يشاهد طوابير طويلة جدا للسيارات التي تنتظر الوقود، وهنالك طيارات طوابير أيضا طويلة في انتظار الخبز. هل تكون في النهاية وصفة الحل للسودان هي صندوق النقد الدولي أو آليات المساعدات التقليدية يعني للخروج من الأزمة؟ لو أمكن إعادة السؤال لضعف الصوت. نعم، هذه الأزمة الاقتصادية هل يكون الخروج منها حل للخروج منها عبر الصندوق الدولي أو مساعدات دولية؟ صحيح، يعني هذه أهم مساعدة، لكن لديها شروط، وتعرفين شروط صندوق النقد الدولي أن يتم التحرير الاقتصادي. بدأت هذه الخطوات، اليوم نشاهد تحرير جزئي للوقود، وهنالك محطات تجارية. أعتقد هذه خطوات تمضي، لكن وسط انتقادات لأنها لم تكن من ضمن البرنامج الخاص بوزير المالية. التفاهمات هذه يبدو أنها تمضي الآن لتحقيق هذه الشروط، شروط صندوق النقد الدولي لما فيها من الفائدة. لكن المشكلة أيضا الكبيرة بأن رموز النظام السابق هم من يتحكمون في مفاصل الدولة، الآن خلقوا أزمات مختلفة. هذه الأزمات في الشح، في الارتفاع الجنوني للأسعار، في التدهور الكبير لقيمة الجنيه السوداني، والانتقاد للحكومة الحالية بأنها متباطئة في التعامل معهم في حسمهم. لكن بالأمس القريب هنالك كان اجتماع حاسم لمكونات المكون المدني بالإضافة للمكون العسكري بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير، واتفقوا على التعجيل بإنفاذ أهداف الثورة وبما فيها الشق الاقتصادي، وأن يتم عدم التساهل مع قادة النظام السابقين الذين يتحكمون في الدولار ويتحكمون في يعني في مفاصل الدولة والتجارة وما إلى ذلك. صحيح، يعني يمكن القول بأن المشكلة كانت منذ أن تم تعيين الوزراء بأنهم لم يستطيعوا يعني رسم برنامج متكامل أو إعادة هيكلة للدولة بمعنى الاستيراد والصادر وعملية الإنتاج وإدارتها بشكل كبير. لديهم بعض الإشكالات، لكن كان عليهم الإسراع في أن يكون القطاع العام هو القطاع الأساس وليس الشركات، التي أغلب هذه الشركات يديرها نافذون ويتحكمون فيها ويتحكمون في مفاصل الدولة. لذلك لا تزال الأزمة الاقتصادية مشتدة، بل هي أكثر اشتدادا الآن، لأننا نلاحظ أن الضائقة أصبحت كبيرة والطوابير أيضا طويلة والخزينة فارغة حتى هذه اللحظة والمساعدات قليلة. شكرا جزيلا لك الصحفي إسلام عبد الرحمن، حدثنا مباشرة من الخرطوم. شكرا لك. شكرا لك وتحياتي لكل المشاهدين. تحياتي. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام فقراتنا الإخبارية اليوم، عودة الآن لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك وعد. في زمن الحجر والعزل التخلص من القمامة مشاهدينا يتحول إلى نشاط ترفيهي ممتع. دعونا نشاهد تقرير عن هذا الموضوع في أنا العربي.
هي الفرصة الوحيدة لأنك تغير البيجامة بالبيت هو الذهاب يعني إلى رمي القمامة. الخروج للتخلص من القمامة في حد ذاته أصبح معناها الحدث التاريخي اللي نشهدوه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي إنه خارج فيه وليه والناس ابتكرت يعني أشياء معينة في هالخروج هذا. حتى أن هناك الكثير من الفيديوهات الكوميدية التي تم نشرها في الكثير من الدول العربية حول هذا الموضوع وحول يعني المشاكل التي تجري بالبيت بدور مين اليوم اللي يروح يرمي القمامة. يعني قبل كنا شكون إنه ما يمشيش تو ولا شكون يمشي. مين يمشي. صحيح. به كورونا عدو البشر كما قلنا طبعا وصديق البيئة، قول يختصر حال الطبيعة اليوم بعد دخول مليارات البشر في حال الإغلاق العام، حيث سجلت نسبة التلوث انخفاضا ملحوظا بحسب الخبراء. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من تونس المهندس البيئي والمتخصص في الشأن المناخي وعلوم البحار حمدي حشد. سي حمدي صباح النور. صباح الفل. أهلا وسهلا مرحبا بك. إذن أستاذ حمدي سمعنا عن تسجيل نسبة التلوث الجوي لانخفاض على مستوى العالم، كيف تسجل هذا الانخفاض وما هي المؤشرات الإيجابية من ذلك؟ كما يبدو منذ انتشار فيروس الكورونا آخر شهر نوفمبر 2019 كانت عنده بعض التداعيات الإيجابية على البيئة وعلى المناخ عموما. بعد انتشار الكبير لشد فيروس الكورونا في الأقاليم الجنوبية للصين وهي تعتبر المنطقة الصناعية أو مصنع العالم، أجبرت العديد من المصانع على الإغلاق وتدريجيا انتقل المرض إلى القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أجبر العشرات الألوف من المصانع وكبريات الشركات على الإغلاق. إذن هذا يعطي بعض الإشارات الإيجابية لأن تراجعت غازات الاحتباس الحراري من ثاني أكسيد الكربون كذلك ثاني أكسيد النيتروجين، وهذه معناها تقريبا من الغازات الملوثة والغازات الاحتباس الحراري الكبرى. تقريبا هذه الغازات تراجعت نسبة 40% حتى الفترة هذه مقارنة بالسنة الفارطة، وهذا بالطبع أعطى بعض المؤشرات الإيجابية لتعافي المناخ. تراجعت كل المؤشرات حاليا المناخية يعني في تراجع، وهذا الكوكب بدأ في مرحلة تعافي، وهذه بعض الإشارات الإيجابية على الأقل. كذلك نوعية الهواء في العديد من المدن من العالم قاعدة تتحسن تدريجيا. حاليا نوعية الهواء في 337 مدينة كبرى حول العالم تحسنت، أو نوعية الهواء كانت أفضل 11.4% مقارنة بنفس السنة الفارطة، وهذه كلها كما يبدو يعني لما الإنسان لزم البيت ولبس الكمامات الكوكب بدأ يتعافى. ولينا حتى معناها في مصطلحات تلخص الوضع ونقول كورونا أصبح فيروس صديق للبيئة. صحيح، وهذا اللي سمعناه وشفناه تقريبا كل وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث على هالفيروس على الرغم من المشاكل اللي خلقها، ولكن في نفس الوقت هو صديق للبيئة. نحكي على أكثر من نص البشرية موجودة في حجر صحي، الناس كل موجودة في منازلها، وخريطة التلوث انتقلت من اللونين الأحمر والبرتقالي إلى الأزرق. فسر لنا ما يعني ذلك أستاذ؟ عموما هي ثلاثة ألوان يقع قياس بها، هو مؤشر Air Quality Index أو مؤشر جودة الهواء. بعض الدول تعتبر تستعمل مؤشر مشابه هو Air Pollution Index. تقريبا هو يقع قياس جودة والألوان تنسجم على سلم من 0 إلى 10 تقريبا، من 1 إلى 3 يعني جودة الهواء، يعني هذا يرمز اللون الأخضر أو الأزرق في بعض الدول تختلف نسبيا حسب المعايير المستعملة، يعني جودة الهواء جيدة جدا أو معناها مقبولة نوعا ما. من 4 إلى 6 تقريبا تعتبر نوعية هواء متوسطة. هناك بعض الأنشطة أو الناس اللي عندهم بعض الحساسيات في الجهاز التنفسي الأمراض القلبية لازمهم ملازمة الحذر لما الخروج. ومن 7 إلى 10 أو بعض الأحيان تتجاوز 10 نوعية الهواء تشكل خطر على حياة الإنسان. يعني في بعض الأحيان هذا مؤشر تقني يستعمل لتحديد مدى صحة الهواء لما السلطات المختصة تصدر بيانات لتحذير المواطنين، أو هناك بعض الأنشطة الرياضية أو الثقافية في الهواء الطلق يوجد هذه المؤشرات وتعطي بيانات أو نشريات يومية للإشارة نوعية الهواء. وهي تختلف بالطبع، يعني نعتمد مجموعة من الغازات في القياسة، ثاني أكسيد الكربون، أحادي أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، وبعض القياسات اللي تخص الجسيمات الدقيقة بحجم 2.5 PM و 10 PM. يعني هذا كلها يعني هو مؤشر تقني بالأساس للحفاظ على صحة الناس.
هناك العديد من الدول تستعمله، هناك للأسف عديد الدول لا تستعمله حاليا، لكن دول جنوب شرق آسيا تعتبر رائدة في احتمال هذا المقياس. جميل جدا. به هل يعني هذا أنه نحن اليوم أمام تعافي بيئي، أم أن بعض الدول لا تزال تسجل نسب تلوث عالية ومتوسطة المدينة عندنا؟ للأسف كنا في تصورنا أن المرحلة ستستمر وتستمر لفترة طويلة، هذا الحلم الجميل، حلم تراجع التلوث، حلم تعافي المناخ. يعني نحن كناشطين أو مختصين في المجال المناخي كانت أقصى طموحاتنا 10% مما يحصل الآن في تعافي الكوكب، في البيئة تستعد في عافيتها. لكن للأسف كما يبدو الصين منذ فترة تقريبا تراجعت أو سيطرت على المرض. بعض المصانع الصينية في المنطقة الجنوبية رجعت يعني تشتغل بالحد الطاقة القصوى لها، التصدير من المعدات الطبية للعالم بأجمع في فترة قصيرة. المصانع الصينية اللي كانت مغلقة منذ 3 أشهر رجعت تخدم وقاعدة تحقق حتى في أرباح قياسية، 1.4 مليار دولار هي قيمة الأرباح اللي حققتها بعض المؤسسات الصينية نتيجة لإغناق المصانع في العالم بأجمع. لكن في الصين رجعت تشتغل بالطاقة القصوى. للأسف لن تدوم هذه المرحلة طويلا، علامتنا البشرية يعني أنها لا تنسى أو لا تتعلم من دروسها، لذلك لا نتوقع أن هذا سيستمر، بالعكس سيكون هناك نسق تصاعدي للتصنيع وللتلوث مثل ما حدث في أزمة 2008 لما شهد الاقتصاد الدولي انكماش. كنا فرحين جدا لهذا الانكماش لأن بعض المعطيات البيئية أو بعض المؤشرات قاعدة تتحسن، لكن الآن كما يبدو حسب ما نشوفه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام هناك العديد من العبارات تتكرر، بمعنى طوف الكورونا ونروح للمطاعم، طوف الكورونا نروح نتسوق، طوف الكورونا ونسافر. هذا كلها تعكس رغبة أو نقمة في تبرير أو تسييد رغبة استهلاكية، يعني ولينا نحكي حتى على رغبة عارمة في فرض انتقام استهلاكي فيما بعد مرحلة الكورونا. صحيح، وهذه شفناها برشا نحن خاصة في تونس، توفى الكورونا وترجع برشا حاجات. أستاذ حمدي، طيب نحن شفنا مثلا على سبيل المثال هالأخبار اللي تنقلوها الناس وتحط عليها بشكل حلو جميل، مثلا عودة الدلافين إلى شاطئ كالياري، عودة البجع إلى فينيز. شفنا أيضا نوع آخر من الأخبار ولا نعرف مدى صحتها وعلينا أن نتأكد معاك وهذا يفيدنا بطبيعة الحال. شفنا بعض وسائل الإعلام نقلت أخبار عن تعافي طبقة الأوزون، إلى أي مدى هذا الخبر صحيح؟ هو حقيقة طبقة الأوزون بدأت تتعافى قبل الكورونا، يعني لأن معنا بدينا في تطبيق اتفاقية تعني من الحد من استعمال الغازات المضرة لطبقة الأوزون، بالأخص نحكيه على CFC، معنا هذه الغازات. ومعنا لما هذه المؤشرات الإيجابية لالتزام بعض الشركات المصنعة لهذه الغازات بالحد منها أو بعض الحكومات قادة تلتزم وتفرض في ضرائب خضراء على بعض المنتجات المفرزة للغازات هذه كالبرادات أو الثلاجات أو المكيفات، بدأت طبقة الأوزون تتعافى، يعني قبل مرحلة الكورونا بدأت تعافي. لكن الآن وقع تسليط الضوء، استغلال كل النقاط اللي قاعدة تحقق إيجابيا في البيئة قاعدة تحسب على الكورونا. لكن حقيقة الأمر بالنسبة لطبقة الأوزون هو أمر بدأ قبل مرحلة الكورونا بكثير بسنوات تقريبا، هذه معناها ما نقدروش ندرجها في الكورونا. لكن هناك العديد من النقاط الإيجابية ما نقدروش ننكرها، يعني من وقع تحقيقها في الكورونا. نوعية الهواء، العالم المفارقات المضحكة، يعني اللي حكيوا على الكورونا يبيد أباد حد اللحظة الراهنة 100,000 شخص، لكن الكورونا كذلك سينقذ ملايين الأشخاص. ملايين الأشخاص هذم يعني ناس كانت عندهم حساسيات في الجهاز التنفسي في الأمراض القلبية، سينقذها الكورونا مستقبلا. جميل هالجانب المشرق وهالجانب طبعا الإيجابي. حاجة أخرى أيضا نحب نسألك عليها، شفنا فيديو انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحديدا عن كمية كبيرة من الأسماك، هل أيضا الثورة طبعا المائية أو الثروة الحيوانية اللي موجودة في البحار هل استعادت عافيتها بسبب الكورونا؟ تقريبا مسالك التوزيع أصبحت محاصرة، العديد من المدن أغلقت المداخل أو المخارج لها، بعض الدول أغلقت حدودها. هذا معناه سيحد من شركة من الحركة التجارية أو تسويق بعض البضائع المعينة، وهذا سيخلق رد فعل عكسي، يعني تراجع النسق الاستهلاكي. تراجع النسق الاستهلاكي سيحمي، ممكن نحكيه مثلا على الثروة السمكية أو بعض المنتجات اللي كانت نادرة ويجب تسويقها من دول أخرى بعيدة. نفس الشيء سيقع
التراجع التدريجي، وهذا بعض المؤشرات الإيجابية للكورونا، يعني الحب الكبح النسق الاستهلاكي للعديد من المواطنين في العالم. 4 مليار مواطن حول العالم تقريبا مجبرين على ملازمة منازلهم، وهذا يعني سيخلق فرق إيجابي في النسق الاستهلاكي، لأنه النسق الاستهلاكي هو استنزاف للموارد الطبيعية، استنزاف للموارد البيئية كذلك، وهذا معنا من جملتها الأسماك أو بعض المنتجات الأخرى اللي كان عليها ضغط كبير في مرحلة ما قبل الكورونا. هي الآن تشهد هدنة، هدنة وقتية للأسف كما عشان لما ماش باش تكون فترة طويلة، لكننا مستبشرين على الأقل بهدنة كنا متصوروا من غير ممكن أنها تصير، لكنها الآن بصدد الحدوث. ولا نخفي كمجتمع علمي أو كناشطين بيئيين فرحتنا الكبيرة بما قاعد يصير. صحيح. به حاجة أخرى أيضا خلينا نسأل عليها الآن، فترة تقريبا في فترة الكورونا والوقاية واستعمال تقريبا المستلزمات الطبية للوقاية واستعمال الأدوية، أيضا هذه تعتبر نوع من النفايات اللي نشوفوها يوميا ملقاة على قارعة الطريق، إن كان من القفازات أو إن كان من الكمامات، هذه إلى أي مدى تضر بالبيئة وتضر أيضا بصحة الإنسان؟ لعلنا أجبرنا على ملازمة منازلنا أو تقليل من النسق الاستهلاكي الاعتيادي لبعض السلع المعينة، لكن هناك نوع جديد من النفايات، هو جديد قديم، يعني في الواقع كان مقتصر حصرا على بعض المستشفيات أو بعض العيادات الطبية، لكن الآن بات العديد من الناس يستعملون هذه المستلزمات الطبية كل يوم بطريقة شبه يومية، وهذا خلق نوع جديد من النفايات قاعد نشوفوه في الشوارع تقريبا الدول العربية دون استثناء، القفازات أو هذه الكمامات أو بعض حتى الضمادات. هذه تقريبا في بعض الأحيان تكون هذه النفايات معنا ملوثة فيروسية، تقريبا هناك بعض الإشارات كل مريض حسب كل مريض كورونا تقريبا يستهلك 13 كيلوغرام من النفايات الطبية حسب منظمة دولية Green Health Practice معنا. تقريبا هذا 13 كيلوغرام، 13 كيلوغرام جزء منها سينتهي في مصبات مراقبة للمعالجة التقنية، وجزء منها للأسف لغياب التقنية ولغياب الإمكانيات والاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه النفايات ستكون موجودة في مصبات عشوائية، مصبات محاطية للأماكن السكن، مصبات في الأراضي الفلاحية، مصبات بعض الأودية أيضا، بعض البحيرات أو على شواطئ البحر، وهذا من شأنه لأن نفايات خطيرة وخطيرة جدا حاملة للفيروس، الفيروس ممكن يعيش لبضعة أيام في فوق هذه النفايات، من الممكن أن يعرض حياة الناس اللي تتعامل مباشرة مع هذه النفايات سواء عاملين النظافة أو الناس اللي تعمل أو تستغل في رسكلة النفايات، من شأنها أن تخلق فرصة جديدة لانتقال العدوى، موجة ثانية للعدوى. لذلك وقع إطلاق تسمية بسيطة على هذه النفايات الطبية جديدة معناها في شوارعنا بالنسبة لنا، الألغام الفيروسية. وهذه تشكل خطر كبير لأنها ستشكل تحدي للحكومات في مرحلة ما سيتصور لنا أن سيطرنا على الفيروس وتمكنا من شفاء آخر حالة، لكن لعل هذه النفايات ستكون فرصة لانتشار موجة ثانية من العدوى الفيروسية. إن شاء الله. هذا طبعا لما نتمنوهوش نحن. أستاذ حمدي، آخر سؤال معنا اليوم. أمين. طبعا تحدثت أنت حضرتك على فكرة أنه فيروس كورونا على الرغم من المآسي وعلى الرغم ما خلفه عند البشرية، لأنه في الجهة المقابلة خلق حاجة إيجابية بالنسبة للبيئة وبالنسبة إلى حفاظ على كوكب الأرض، هل هذا يمكن أنه يدوم مع أنه ذكرنا مثال الصين اللي نوعا ما يعني فقدلنا بعض الأمل أنه يمكن أنه نحاول نحافظ على كوكبنا، ولكن هل يمكن أنه بغض النظر عن الصين هل يمكن على الأقل نحن في دولنا العربية في تونس مثلا على سبيل المثال أنه نأخذ العبرة من فيروس كورونا ونحاول نحافظه على البيئة؟ هناك بعض النقاط الإيجابية كما أشرنا لها، في تونس سنويا تقريبا أكثر من 4000 شخص يتوفون نتيجة لأمراض مرتبطة أو مشتبه بها بتلوث نوعية الهواء. هناك بعض النقاط، هذه تحسن نوعية الهواء أو إيجاد صيغة مغايرة للاقتصاد أو الاقتصاد البديل، الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد النظيف، هذا الآن بات محل جدل ومحل نقاش كبير في المجتمع العلمي ليس في تونس فقط بل حتى في الوطن العربي. كذلك هناك بعض النقاط الأخرى، يعني تحفيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، لأن هذا الاقتصاد كنموذجي مصمم لتلقي الصدمات وتحمل الأزمات بديناميكية فعالة أكثر من الاقتصاد الكلاسيكي اللي نحن نعيش فيه الآن. كذلك معناها هناك بعض النقاط الإيجابية، كورونا أعطت فرصة كبيرة للطاقات المتجددة للمنافسة، لأنه مع انخفاض أسعار البترول هناك العديد من الصناعات الملوثة الموازية
كاستخراج السائل الصخري معناها الغاز دو شيست، هذا تقريبا ستختفي لان هذه الصناعات من غير الممكن ان توجد او تكون موجوده في بيئه او يكون فيها سعر البترول منخفض للغايه. هناك كثير من النقاط، الهيكله الاقتصاديه او الانتقال للاقتصاد الرقمي، تعافي طيب. البيئه حاليا او الهدنه هذه على الاقل ما يجب ان ننظر لها بعدم جديه، بالعكس هي فرصه مناسبه على الاقل لاعاده النظر فيما في النسق الاقتصادي اللي نعيش فيه. جميل جدا. اذا حمدي حشيد المهندس البيئي والمتخصص في الشان المناخي وعلوم البحار، شكرا لك على حضوركم معنا اليوم، شكرا على المعلومات اللي افدتنا بها، ونتمنى انه كما قلت الاقتصاد الازرق والاخضر هو اللي يكون المستقبل، وان شاء الله نتعلموا من الكورونا. شكرا لك مرة أخرى أستاذ حمدي حشيد، إذا كان معنا مباشرة من تونس الآن. الآن مشاهدينا إلى فاصل قصير ونتابع بعده الجزء الأخير من صباح النور ومقابلة مع أول سيدة أمريكية تصاب وتشفى من فيروس كورونا، ابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، صباح النور مرة أخرى هبة. صباح النور. محضرة طبق اليوم اللي باش تطبخوا؟ أنا أشم طبق اليوم الآن. تشم طبق اليوم. خلينا نشوف محصلة طبق اليوم مع شيف راسم. شيف إليك. إذا هبة وأمين، اليوم عملنا الأرز البخاري على الطريقة الخليجية، كثير طيب. أول شيء قلينا الدجاج مع شويه زيت نباتي، بعدين شلنا الزيت او شلنا الدجاج من الزيت النباتي وضفنا عليهم البصل والثوم، وضفنا عليهم الجزر مع المرقه وكمون وشويه باقه عطريه، وضفنا اخر شيء زبيب على الوش بعد ما حطفنا ميه الدجاج، وحطينا الرز لحتى استوى لمده 18 دقيقه، وصار عندنا هيك الوجبه صارت خالصه. اما بالنسبه للحلويات اللي عملناها هي مهلبيه، بس مهلبيه بالتفاح والتمر. عملنا اول شيء لتر وربع او لتر ونص من الحليب، ضفنا عليهم 60 جرام من السكر، ضفنا عليهم معلقه من النشا، نشا الذره، وضفنا عليهم 10-15 حبه من التمر بدون لب اكيد، مع تفاحتين مقشرين، خلطناهم كلهم مع بعض بالخلاط، صفيناهم وغليناهم على النار لحتى مسكوا معي وصاروا بهالشكل، وان شاء الله صحتين وهنا. شكرا لك شيف. اذا دعنا ننتقل الى اليزابيث شنايدر التي تعيش في سياتل في ولاية واشنطن، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الفيروس الذي اجتاح العالم. تروي لنا إليزابيث اليوم تجربتها مع الإصابة بالمرض والشفاء منه ورسالتها للمشاهدين في مقابلة خاصة أجراها الزميل توني توق الأمس، نشاهدها سويا. إليزابيث شنايدر أول أمريكية تتعافى من فيروس كورونا. 37 عاما من مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية التي شهدت أولى إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة. إليزابيث معنا مباشرة عبر سكايب من منزلها في واشنطن لتحدثنا عن تجربة مرضها وشفائها. إليزابيث، it's really good to have you. Thank you for being with us and you're looking great actually. Oh, thank you so much. It's my pleasure to be here. Actually, it seems you're feeling much well right now. Yes, I am. I'm fully recovered. I'm feeling healthy. Glad to hear that. First, how did you contract the coronavirus? So I actually got the coronavirus from a house party. Mm-hmm. At the end of February, I went with a group of friends to someone's house. It was about 30 to 40 people. We shared, you know, drinks, food, listening to music, having conversation. And then 3 days after that party, on Tuesday, February 25th, I fell sick. I didn't think that I had the coronavirus right away. I had a fever, a body aches, I had a headache, I felt tired. I thought I just had the flu, honestly. And it wasn't until a few days after that that I connected my illness to the party. And at that point, I found out through a post on Facebook that multiple people who attended the party also fell sick on the very same day, about 15 of us, and we all had exactly the same symptoms. Mm-hmm. How did you recognize you had COVID-19, although you had no respiratory symptoms? Yes, that's correct. I had no respiratory symptoms. I had no cough. I had no shortness of breath, no tightness in my chest. And as I mentioned, I just thought it was a flu.
I actually didn't even go to the doctor because thankfully I was recovering well on my own just by taking over-the-counter medications, drinking a lot of water and getting rest and staying home. It wasn't until some of my friends frustrated from the fact that they weren't tested for the coronavirus when they went to their doctors that we started to look at different ways to get tested. And at that point, we discovered there was a research study happening in Seattle called the Seattle Flu Study. This is the study that was going on through the University of Washington, Seattle Children's Research Institute, and the Fred Hutchinson Cancer Research Center. They were originally only testing different strains of flu to study transmission of flu in the community. But due to the outbreak of the coronavirus increasing at the time in the United States and in the Seattle area, they decided to test coronavirus as well. So we all signed up for it. It was an at-home nasal swab test kit. We were sent the nasal swab kit in the mail. We did the nasal swab kit. It was a simple step-by-step instructions. We mailed it back to the university. That's how myself and seven other people at the party got convinced that we had COVID-19. Okay. Fever of 103 degrees Fahrenheit, I mean like 39.4 Celsius. How did you manage it? Yeah, it was quite alarming, actually. That happened the very first night that I was sick. And I would say, apart from the other symptoms, that was really the only one symptom that was quite unusual. Normally, for a flu or even a nasty cold, you really only get a temperature of 100 degrees Fahrenheit, maybe 101 degrees Fahrenheit. So, you know, not as high as 103 Fahrenheit, 39.4 degrees Celsius. That first night, when I took my temperature and realized my fever was that high, I immediately started shivering uncontrollably and started getting the chill. I went to bed. I was a little worried. I called a friend and asked if she could take me to the emergency room and the doctor in the middle of the night if things got worse. But I did just, you know, go to bed. I got rest. I took some the counter medicine. I took acetaminophen, which is similar to naproxen or another type of over-the-counter medication that you guys, you know, have over in the Middle East. And then, thankfully, the very next day, my fever came down. I started feeling better. Mm-hmm. And how did you manage to recover from the whole virus? Yeah, I did recover on my own. It took me about 10 days to recover. I basically stayed at home. I took some over-the-counter medication. As I mentioned, I took acetaminophen. I think that's similar to paracetamol. I took some Sudafed. I did have some nasal congestion in my sinuses and a runny nose. And then I also, you know, got a lot of rest, took a lot of food, drank a lot of water. And, you know, I think that fortunately I had a mild case. I think there are a lot of other people out there that are getting this and they aren't needing to be hospitalized. They are experiencing something similar to a cold or a flu. So I was very fortunate in the fact that I had milder symptoms and I could recover on my own. But I do think that this is something that we have to be cautious about. And there are other people out there who are getting this virus and they're having life-threatening, very serious symptoms. And so for that reason, that's why countries all around the world are asking us to stay home and help prevent the spread of the virus. Mm-hmm. And what's your big takeaway or lesson from this whole experience, Elizabeth? Yeah, so my biggest takeaway, is, you know, as I mentioned, please don't take this lightly. Although my case was a mild case, I was able to recover without being hospitalized by taking over-the-counter medications. You know, the virus spreads very quickly and very easily. I caught it at this party. No one at the party was, you know, visibly sick, displaying any symptoms of COVID-19, and a large group of us all got it. And, you know, I think that a lot of other people out there have this virus and they may not even exhibit any symptoms just yet and they're passing it off to other people. So, you know, my biggest takeaway is that, you know, please be cautious, you know, stay home, try and isolate yourself. If you can work from home and your employer allows that, because one of the only ways to prevent the spread of this virus, the spread of this illness by, you know, isolating ourselves and being away from other people. Mm-hmm. But no panic. Stay calm. This is what you've been saying lately.
Yes, yes, that's definitely true. I think that we definitely need to band together as a global community and sort of, you know, take a breather and, you know, not panic and, you know, just, you know, stay calm, you know, and I am hopeful. I think the cases in some countries are decreasing. You know, China, the original province, Wuhan has opened up and people are allowed to, you know, go outside their doors. And there are a lot of pharmaceutical biotech companies and a lot of researchers in academia who are actively around the clock working together to find a vaccine for this and a cure. So I do have hope, and I'm hoping that my story will be actual physical proof of the fact that you can contract this virus and recover having a mild to moderate case. And I do think the majority of people out there will get this virus and experience something similar to what I did. Actually, thank you so much for sharing that story with us. Elizabeth Schneider, the first coronavirus survivor in the United States, thank you for talking to Al Arabi TV. Yeah, it's my pleasure. Shukran. Shukran laki wa shukran lakum mushahideena ala al-mutaba'a. شكرا توني طبعا وشكرا إليزابيث على هالحوار. صحيح، على الأقل أنه أعطتنا هكا شوية شحنة معنى من الإيجابية. نعم، بعثت فينا الأمل أيضا بأنه الشفاء ممكن. صحيح، ممكن جدا. إذن دعنا نشكر مشاهدينا أيضا على حسن المتابعة، ونطلب منكم مشاهدينا أن تتابعونا دائما 9 بتوقيت القدس، وأن تلتزموا أكيد المنازل، الخروج إلا للضرورة القصوى. شكرا لكم مشاهدينا، ونلتقي في الغد. إلى اللقاء.